والله فندق 5 ستار. طيب كيف؟ صباح الخير نهال. لا قولوا ما شاء الله. مع السلامة. يلا. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح يوم جميل بإذن الله مليء بالنشاط الحيوي. طبعا وسام أول يوم دوام له، فلازم أوديه المدرسة وأضبط أموري إلى آخره. يعني انهالت الرسائل المملكة. طيب يلا أسامة امشي تعال. والله ذكرني بأيام الدراسة زمان. ايش رأيكم بتحول طالب اليوم؟ اي شيء لفت انتباهي انه مهتمين في وسائل التواصل الاجتماعي، فاللي حاب يضيف هذا هو الباركود حق السناب شات. هيروح كذا انجزنا اول خطوة. اوه واخيرا خلصنا. هم قريبين من فوال المطار. اعطيني فول. طيب خلينا نمنتج. هلا والله الحمد لله خلصت المونتاج تقريبا 50%، لانه مره متعب المونتاج صاير، لان مده التصوير تقريبا ساعه واكثر. لو تعرفون اخونا احمد البركاتي صراحه شخص غالي علي، فوجه لي دعوه اني اسوي تغطيه في كليه انبا الصناعيه، فصراحه ما حبيت ارد ابدا. يا رب الفرح هذا يكون فيها سداد. الحمد لله كذا سددنا الفاتورة. ما شاء الله زي ما انت شايفين هذا هو كلية ينبع الصناعية. ان شاء الله نحصل لنا موقف كذا نوقف السوسو. هلا والله الحمد لله زي ما انت شايفين لقينا موقف كويس للسوسو. انا اخونا احمد بركاتي. بمناسبة اليوم الوطني أول شيء بسم الله الحمد لله ما توفيق إلا بالله. بمناسبة اليوم الوطني أقول الله يعم البلد بالأمن والأمان والاستقرار ويحفظ مليكنا وطننا. والله أنا أهني بالمناسبة هذه مقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين والشعب السعودي كافة، ويجعل علينا أمن وأمان في السنين القادمة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييكم. الحقيقة يوم جميل نتذكر فيه إنجازات الوطن وجهود من بنى هذا الوطن، ونسعد احنا يعني الحقيقة في قطاع الكليات والمعاهد ان نشارك الوطن هذه الفرحة وابناءنا الطلاب ايضا، ونسعد دائما بمثل هذه الايام الجميلة. هلا والله. يا هلا. كيفك استاذ عبد الخالق؟ يا هلا فيك، يا هلا فيك، وهلا فرصة سعيدة ويوم جميل مع يوم الوطن. الحمد لله نجدد البيعة للملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان، وكل سنة والوطن بخير والأمة الإسلامية بخير. هلا والله. طيب الآن بنخش الإدارة، مدام ما لحقنا الحفل أقل شيء ناخذ لقاءات مع المسؤولين والتهاني والتبريكات. حياكم الله جميعا، كل عام والوطن بألف خير. قطاع الكليات والمعاهد بإذن الله يتطلع لسنة مليئة بالإنجازات. أوه والله راح نتجول اليوم في إدارة الكلية. يا أهلا وسهلا، معنا مستر سهيمي عضو هيئة التدريس في كلية إنبا الصناعية. How are you? Good alhamdulillah. You talk Arabic? شوية. وش ذي الحركات ها؟ تجيلا الآن لمطعم الكلية نكتشف ايش اللي بيقدمه في المطعم وايش هي محتويات المطعم وايش كيف شكل المطعم. صف ها الله. هذه حركة جميل، وهنا هذه كله سيرة ما شاء الله. طبعا الوجبة الواحدة خلوا 10 ريال خصم 50%. صح الله. تمام حلو حلو. يا هلا والله، معنا استاذ محمد المطرفي مدير الاعاشه في كليات ومعاهد ينبع الصناعيه. حياك الله. طبعا هذا المطعم موجود في كليه ينبع الصناعيه، طبعا نفس المطعم القديم الموقع كموقع جميل، لكن كتجهيزات جميع التجهيزات الادوات والمعدات جديده، بالاضافه الى الطاقم المقاول تماما جديد، بالاضافه الى تحديث كامل الانظمه الموجوده في المطعم، أنظمة الفيار والكف التحريك وأنظمة التكييف وأنظمة الإنارة والدهانات والأضيات. جميل. جميع هذه الأعمال تم تجديدها بالتعاون مع إدارات الهيئة الملكية، خصوصا إدارة المباني مشكورة. المطعم يقدم الوجبات الإعاشة لجميع الوجبات الثلاث، الإفطار والغداء والعشاء. جميل. جور رمزية بحيث تكون مدعومة
50% من العالم طارق و 50% بتكفل فيها الهيئة الملكية جميعا. عندكم معايير معينة ان تكون اكل صحي او شيء زي كذا؟ نعم المعايير موجودة والعقد خاضع للشرف مرافقة لإدارة صحة البيئة. بعد التحديثات الأخيرة كيف وجدت الانطباع من خلال الطلاب؟ حقيقة الانطباع الحمد لله جدا ما اقول ممتاز ولا حد يمدح لما اقول ضاعت. جميل. لكن هذا يبان يعني من انطباع الطلاب. بالفعل. السؤال يعني تحسهم راضين؟ جدا راضين. اي ملاحظة احنا نستقبلها هنا وفرصة سعيدة ونشكر الاخوان في شؤون الطلاب تقديم هذا اللقاء خصوصا هذا الشيء. انا استاذ عبد الناصر مدير المطعم حياخذنا جولة على المطعم. حياك تفضل. بداية بيجي الطالب يسجل اسمه الرقم بتاعه. جميل. بعد كده بيخش علينا بياخد المعالق الشباك السكين حاجة المتغربة بتاعته على الوجبات بياخد الوجبة بتاعته من المقدمين الطعام. كل يوم نفس الأصناف ولا تختلف؟ لا تغير في كذا موضوع. كم وجبة رئيسية؟ 100 رئيسية. بعدين هنا قسم العصائر. طيب هنا صالة الطعام. هنا صالة الطعام. جميل جدا. بعد ما ينتهي الطالب من تناول طعامه في موظف خاص بسيول صانم مباشرة. يعني على طول تنظف الطاولة أول بأول. طبعا من ميزة المطعم انه فيها خدمة واي فاي مجانا ونفس الوقت فيه شاشات زي ما انتم ملاحظين حيث انك انت تخرج من جو التعليم وترفه نفسك. طيب ابو يوسف احنا قلنا المطعم كويس خلينا نجرب بنفسنا ايش رايك؟ يلا بس في وقت خلاص نجرب بس نقول حلو حلو كيف ابني هذا شوف وين ورانا ما شاء الله تبارك الله والله فندق 5 ستار. طبعا هنا في قضبان حديدية عشان تساعدك. شوربة فين؟ اخذ لنا شوربة. كيف الحال؟ بجاتو؟ ايوه شوية ما في زيادة. ايوه يا سلام. داخل في التصوير صح؟ لا برا. لا لازم لازم ترى حلو يعني الحسن عشان خف حلا ترى خف حلا عليك خف هنا 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 أخذنا الكوكتيل على توصيتك زي ما تشوفين. هنا أستاذ أحمد وأنا أبو علي راح نجرب إن شاء الله ونعطيكم الانطباع ما عندنا مجاملة. تخيل أقيم لكم الموية ما تيجي يا أخي والله حد الآن تمام لا زيوت والتوابل والتكرات نظيف. المطعم اهم شيء في النظافه. الشوربه كيف؟ انا اشوفه جيد. طيب نجرب الدجاج بسم الله. الحين هنا الدراسه مجانا ولا بفلوس؟ الطلاب كلهم ببلاش. الاجانب بفلوس صح؟ الاجانب يدوا لهم نسبه في التقديم يسموه تعليم موازي. حصل الواحد ياخذ منه 3500. حلو والله ما شاء الله. انا عجبتني هذا لحم مفروم عجبتني. يعني شكلها حنطلع وهم لسه بزحمه. ايش تدرس على فكره؟ انا ما ادرس انا مدير التوجيه والارشاد. انا اداري يعني. انت الاب الحنون الرجل المناسب في المكان المناسب. لا في الارشاد لازم يكون شخص زي كده في التوجيه تحط واحد شديد ما تجيب نتيجة. هل دائما الموهوبين عندك هذا خطير ما شاء الله. يعطيك العافية. يلا أبو أفضل أخبار كذا الله يعطيك العافية. بالعافية إن شاء الله. يعني صدق والله مدلع حالة 10 أنواع يا رجال. كم حتى 10 ترى مرة قليل. حالة الطلاب موجودة. في متابعين لك. هلا والله كيفك؟ بالعافية عليك والله. تام حاب نشكر أستاذ ناصر ما قصرت. أتمنى نستمر على هالجودة وأفضل كمان بإذن الله. بإذن الله شكرا. يعطيكم العافية شكرا لجوازك. هلا عمار كيفك؟ جوعان؟ والله لا. أبو يوسف هلا حبيبي يعطيك العافية. أنا صراحة أول لما قلت لي ناخذ جولة على مطعم حتى اقول ابو يوسف يعطيني مطعم زي المستشفيات يعني ايش حتكون؟ بس صراحه كان الشيء المميز اللي حتى الان زرتها. هلا والله. طيب احنا جينا في مبنى الاداره عشان نسوي لكم لقاء مع مدير كليه ينبع الصناعيه.
هذه هي شكلها مبنى جديد مرتب ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم الوطني هو مناسبة عزيزة على قلوب كل المواطنين والمقيمين في هذا البلد الكريم، وهي مناسبة لتجديد العهد والولاء لوطننا ولقادتنا. الحقيقة مطعم قطاع الكليات والمعاهد هو يعني جهد قام به كثير من الزملاء من أجل أن يكون في هذه الصورة اللي ظهر فيها، والمطعم هو أقل ما يمكن أن نقدمه لطلابنا وطالباتنا بقطاع الكليات والمعاهد، وهو الحد الأدنى الذي إحنا بنشتغل عليه الآن، وإن شاء الله تعالى في المراحل القادمة سوف يكون هناك تطوير للمطعم وتطوير الخدمات الغذائية بصفة عامة داخل قطاع الكليات والمعاهد، بما يشمل توفر لمكاين البيع الذاتي وتوفر لكافيتريات وبعض الأندية الترفيهية بحول الله تعالى. ونحرص على أنه الخدمات التي تقدم لهم توازي المكانة العلمية الرفيعة اللي وصلت لها كليات ومعاهد الهيئة الملكية. حقيقة كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع قد تكون بالنسبة للبعض في المملكة العربية السعودية غير معروفة، ولكن سوف يندهش المشاهد عندما يعلم أن كليات ومعاهد الهيئة الملكية وصلت إلى أعلى المستويات العالمية في من خلال البرامج الأكاديمية التي تقدمها. على سبيل المثال كلية ينبع الصناعية تقدم تقريبا 12 برنامج تدريبي أكاديمي مخصص للطلاب، وجميع هذه البرامج بفضل الله عز وجل معتمدة عالميا من جهات متعددة مثل الأبت في مجال الهندسة. لو انتقلنا للكلية الجامعية نجد أن الكلية الجامعية كذلك معتمدة لأقسام الإدارة وأقسام إدارة سلسلة الإمدادات من العديد من الجهات العالمية مثل ACBSP. لو انتقلنا إلى مركز اللغة الإنجليزية أو معهد اللغة الإنجليزية نجد أن المعهد يعتبر الآن من ضمن أفضل 100 معهد على مستوى الولايات المتحدة في تقديم برامج اللغة الإنجليزية. حصل على تمديد لمدة 10 سنوات أخرى كأول معهد في الشرق الأوسط بفضل الله عز وجل يحصل على هذا الاعتماد. معهد ينبع التقني مؤخرا حصل على الاعتماد الأكاديمي من سيتي أند جلد بالمملكة المتحدة، ويعني أصبحت كل برامجنا بنسبة 99% بفضل الله عز وجل هي برامج معتمدة عالميا، وإحنا اليوم كقطاع كليات ومعاهد نشرف بأنه نحن من مقرنا بالهيئة الملكية بينبع بنقدم خدماتنا لتشمل 7000 طالب وطالبة تقريبا. في الختام لا يسعنا أن أشكرك لشخصك الكريم على إتاحة الفرصة. الشكر لك أخي الكريم على حرصك وتواجدك بيناتنا، وأنا أتمنى أن تكون هذه دعوة مفتوحة لك لزيارة جميع منشآت قطاع الكليات والمعاهد وإلقاء الضوء على كثير من المرافق والخدمات التي تقدم لطلابنا، وبالعكس نحن سعيدين جدا بحرصك واهتمامك. ولعلي أختم يعني رسالة لزملائي وأخواني وأخواتي الطالبات بأنه كل من يعمل هنا في هذا القطاع هو هدفه تقديم الخدمة لكم بصورة أفضل وتهيئة الجو الأكاديمي لكم جميعا لمواصلة تعليمكم العالي والحصول على أعلى المؤهلات بحول الله. طبعا أنا دحين صار كابتن أحمد تمام. ليش؟ لأنه شوفوا ما شاء الله جايب مركز الأول في كرة القدم، بس الله يشفيه دحين هو مصاب. طيب انتهت الجولة في كلية ينبع الصناعية. سوسو واقفة جنبها. سوسو كيف تجي ده؟
نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.